قارئين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، بنلتقي للادي مع تابعي جليل، علم من أعلام التابعين، حقيقة قصته مؤثرة جدا، وموقفه كان ليه موقف عظيم جدا جدا. الموقف ده ما زال الأئمة والعلماء والدعاء يعني يذكرون هذا الموقف عبر الأجيال، وبيعملوه ويذكروه على سبيل يعني أن يكون درس فعلا لكل جيل، على أن أي إنسان سلك طريق العلم والدعوة إلى الله لابد أن يصبر على الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. فكلما تزداد التزام وكلما تزداد طاعة لله سبحانه وتعالى، كلما يشتد عليك البلاء، يعني سبحان الله، وده من غلاوتك عند ربنا. لأن النبي قال كده: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ربنا يرزقنا إياكم نعمة الرضا ونعمة الصبر على البلاء، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، ويجمعنا وإياكم مع سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. ضفنا للادي هو سعيد ابن جبير، الإمام المفسر العلم الشهير، من أكابر أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، وكان من أئمة الإسلام في التفسير والفقه وأنواع العلوم، بل وكثرة العمل الصالح. كان حبشيا أسود اللون، مفلفل الشعر، قوي الجسم. دي كانت مواصفات سعيد ابن جبير. الحقيقة هو أخذ علمه عن طائفة كبيرة جدا من الصحابة، لكن كان أستاذه الأول، كان الأستاذ الأول لسعيد ابن جبير هو عبد الله ابن عباس. كان فعلا بيلزم عبد الله ابن عباس، وكان بيتعلم على أيديه من فنون اللغة والتفسير والتأويل والفقه إلى غير ذلك الكثير والكثير، لحد ما لما اكتمل علم سعيد بن جبير أهل الكوفة اتخذوا سعيد بن جبير إماما علما لهم، فكان إمام أهل الكوفة. وكان لما يصلي بيهم كان أحيانا يقرأ بقراءة زيد بن ثابت، وأحيانا يقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا. وتوافد طلاب العلم على سعيد بن جبير من كل مكان، خلاص اتعرف ده مين، ده تلميذ ابن عباس، وكان من أقرب الناس إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك فعلا كان كل اللي يعوز يطلب العلم يقول لك اطلب العلم على يد سعيد ابن جبير، اللي ده كان تلميذ ابن عباس. وابن عباس هو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان ابن عباس حبر من أحبار هذه الأمة المباركة، وكان ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه. لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عباس كان لما يجيله ناس يسألوه ويستفتوه، خد بالك أي حد من أهل الكوفة كان يجي يستفتي ابن عباس، يقول: كيف أفتيكم؟ أليس فيكم ابن أم الدهماء اللي هو سعيد بن جبير؟ فيقولون بلى، فيقول: لا أفتيكم وفيكم سعيد ابن جبير. وده طبعا من تواضع العالم، لأنه هو الأستاذ، وسعيد ابن جبير هو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. حقيقة كان من كتر عبادته وقربه من ربنا سبحانه وتعالى، ومن كتر إخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، كان مجاب الدعوة. لدرجة أن كان حصل مرة موقف عجيب جدا، أن سعيد ابن جبير كان عنده في البيت بتاعه، كان فيه ديك، الديك دوت كان يعني إيه، كان يؤذن قبل الفجر كده بساعة مثلا ولا حاجة، أو ساعة ونص، عشان يوقظوا للصلاة، فيقوم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر. فكان في يوم من الأيام يعني سعيد بن جبير نام وخلاص بقى، يعني بيقول أكيد الديك طبعا هيأذن، فبالتالي هسمع صوته، فهو مصلي، فلم يؤذن ولم يصح الديك في هذه الليلة لحد الصبح. فسعيد بن جبير صعب عليه واتضايق، وانت عارفين أي إنسان حافظ على قيام الليل وصلاة الفجر بيبقى أكبر ألم بيصيب قلبه هو إن هو يصحى يلاقي نفسه يعني ما صلاش لا قيام الليل ولا فجر. فسعيد بن جبير زعل، فبيقول للديك إيه؟ بيقول له: مالك؟
قطع الله صوتك فقطع صوت الديك ولم يسمع بعد ذلك. فكانت أم سعيد بن جبير تقول له: يا بني سألتك بالله لا تدع على أحد أبدا، اوعى تدع على حد لحسن ربنا يستجيب دعائك في هذا الإنسان. كان سعيد بن جبير الحقيقة كان بيصلي كتير قوي، ودايما الإنسان المحب لله كثير الصلاة، لأن حبيبنا وأسوتنا بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، لكن أجمل حاجة وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفزع إلى الصلاة في يوم بدر وفي يوم الأحزاب كما قص علينا ذلك علي بن أبي طالب وحذيفة بن اليمان. سبحان الله، تلاقي الصلاة تستغرق أحوال العبد في كل حياته. فكان هو كثير الصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكان يتنفل كثيرا، وكان يقول لابنه إيه؟ يقول له: والله يا بني إني لأزيد في الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك. فاكر قول المولى عز وجل: وكان أبوهما صالحا، حتة بتاعت الغلامين اللي كانوا في سورة الكهف، إن ربنا سبحانه وتعالى سخر لهم اثنين من الأنبياء، الخضر عليه السلام، وطبعا الراجح أنه نبي، ودل على ذلك قول المولى عز وجل في حاكيا على لسان الخضر أنه قال: وما فعلته عن أمري، يعني بوحي من الله، وهذا أكبر دليل على نبوة الخضر. فالخضر عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام، وده رسول من أولي العزم الخمسة. فربنا سخر له نبي كريم ورسول كريم علشان يبنوا الجدار للغلامين دولت. ليه كل دولت؟ ليه؟ عشان لما يكبروا ياخدوا الكنز بتاعهم اللي موجود تحت الجدار. وكانت العلة: وكان أبوهما صالحا. فكان سعيد بن جبير يقول لابنه: والله يا بني إني لأزيد في الصلاة في اليوم والليلة رجاء أن يحفظني الله فيك. وكان يخرج إلى مكة مرتين، مرة كل سنة، مرة للحج ومرة للعمرة، مرة يروح يحج ومرة يروح يعتمر. فحياته كلها كانت مثال جميل قوي قوي للرجل العابد الزاهد العالم اللي ما بيضيعش لحظة في عمره. يا جماعة، ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا وعرفنا قيمة الوقت وقدر العمر، وقال كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقتك وعمرك وكنزك الحقيقي. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم، الحق اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك. الحق نفسك واغتنم كل لحظه، لان يوم القيامه ستعرض عليك حياتك، ويعرض عليك يومك على صوره 24 خزانه. كل ساعه ذكرت فيها ربنا تلاقيها منوره، وكل ساعه غفلت فيها تلاقيها لا منوره ولا مظلمه، وكل ساعه عصيت فيها ربنا تلاقيها سوداء مظلمه. فهتندم على كل لحظه. ولذلك كان من اسماء يوم القيامه، واسماء كثيره جدا، اسماء يوم القيامه كثيره لعظم هذا اليوم، فكان من ضمن اسماءه يوم الحسره. قال جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم عن ربنا؟ الدنيا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. حقيقة يعني زي ما قلت لك، سعيد بن جبير كان يعني ما شاء الله كان قمة في العبادة. لكن دايما أي إنسان عابد، أي إنسان عالم، أي إنسان قريب من ربنا، لازم يكون لي محنة وابتلاء. واقرأ بقى في كتب التراجم. لو جبت كتاب مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول إيه لما يجي يترجم لأي إمام من الأئمة الكبار؟ يقول مثلا ميلاده، نشأته، شيوخه، تلاميذه، مصنفاته. لازم تلاقي من ضمن العناصر اللي بيذكرها محنته. هي كده، لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل. فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ما دام عندك دين، ما دام عندك اخلاق، ما دام لابد تلاقي في المقابل شياطين انس حواليك عايزين بقدر الامكان ياذوك، يهدموك، يحاولوا يعطلوك، يبعدوك عن طاعه ربنا، يحاولوا بقدر الامكان يجروك لطريق الشر اللي هم فيه. ابتلاء. فالانسان لابد انه يصبر ويثبت. فالمهم، فالامام سعيد بن جبير كان ليه محنه كبيره قوي مع هذا الحاكم الظالم الغشوم الحجاج ابن يوسف الثقفي. حيا في خلافة بني أمية على ما كان فيها من خير، إلا إن كان فيها ابتلاء شديد جدا. ففي خلافة بني أمية ظهر الظلم وخرت الصلاة، وثار العلماء والقراء
على بعض الخلفاء وسفكت الدماء، وكانت فتنة كبيرة جدا حصلت في عصر بني أمين. كانت الكوفة اللي كان عايش فيها سعيد بن جبير كانت هي ديت يعني خاضعة للحجاج ابن يوسف الثقفي. ده كان طبعا عامل يعني من عمال بني أمية على بلاد العراق. فالحجاج ابن يوسف الثقفي كان ماسك العراق والكوفة كانت تحت سيطرته. ومين اللي عايش في الكوفة؟ سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. فكان الحجاج واليا على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر من قبل بني أمية. وده بعد ما قتل بعد قتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، وخضوع العراق لسلطان بني أمية، ويعني أخمدت النيران بعد ذلك وعادت العراق إلى سلطان بني أمية. الحجاج بن يوسف الثقفي أشاع الرعب في البلاد، الناس تعبت جدا في عصره. درجة كان يحكى عنه مقولة أنه كان لما يطلع يخطب الجمعة كان يمسك السيف ويقول يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان وقت خطافها. كان عنيف جدا جدا، وكان سفاكا للدماء، كان سفاكا للدماء. كان أسهل حاجة عند الحجاج ابن يوسف الثقفي هي قتل الناس وقتل الأبرياء. كان يعني كان سلطانا غشوما. في يوم من الأيام ربنا يقدر إن يحصل صدام بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين واحد من أكبر القوات بتوع الجيوش بتوع الحجاج ابن يوسف الثقفي. اسمه إيه الراجل ده؟ اسمه عبد الرحمن ابن الأشعث. عبد الرحمن ابن الأشعث إيه سبب الخلاف اللي حصل ما بينه وما بين الحجاج؟ وبحكي لك بقى القصة إيه سبب الفتنة اللي حصلت بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وبين سعيد بن جبير. كان بدايتها من موضوع عبد الرحمن ابن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث ده أكبر قوات الحجاج بن يوسف الثقفي. فالحجاج طلب من عبد الرحمن بن الأشعث أن هو يروح يغزو رتبيل اللي هو ملك الترك على مناطق وراء سجستان اللي هي بلاد بين إيران وبين أفغانستان. قال له عايزك تروح تغزو المنطقة ديت، وخد بالك. فراح، وبالفعل راح عبد الرحمن بن الأشعث وانتصر عليهم وغنم غنائم كثيرة جدا، وأرسل رسولا من طرفي إلى الحجاج بن يوسف الثقفي عشان يزف إليه خبر النصر المؤزر دوت، ويبعت له خمس الغنائم عشان توضع في خزانة بيت مال المسلمين. ومع الخمس اللي بعته ده ومع الخبر الجميل دوت بالنصر المؤزر اللي حصل دوت، بعت له رسالة بيستأذنه. عبد الرحمن بن الأشعث بيستأذن الحجاج بن يوسف الثقفي، بيستأذنه أنه يوقف القتال لفترة معينة لحد ما يختبر بس مداخل البلاد ومخارجها. ما كان أول مرة يروحه، فعايز بس إيه يعني يختبر مداخل البلاد ومخارج البلاد عشان ما يحصلش أي مشكلة، وما يحصلش إيه يعني إن هو يغامر بالجنود في منطقة هو ما عرفهاش فيحصل مشكلة فيخسر الجيش. فكان بيحاول بقدر إمكانه إيه يؤجل القتال لفترة بسيطة يدرس فيها مداخل البلاد ومخارج البلاد، ويحط خطة يعني محكمة عشان يقدر يغزو هذه البلاد. بعت الرسالة للحجاج. الحجاج كان بطبعه عنيف ما عندوش صبر، فأول ما وصلته الرسالة راح متهم عبد الرحمن بن الأشعث بأن هو إنسان جبان، وأن هو لا يحب الجهاد، وأن هو كذا، وأن هو هيخلعه من قيادة الجيش، وأنه هيرفضه، وأنه. فالراجل لقى الموضوع مش مستاهل اللي هو بيعمله ده. ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ده الموضوع ابسط من كده، ده انا انتصرت وبعت لك خمس الغنائم والموضوع زي الفل ما فيش اي مشكله، كل ما في الامر بقول لك اجلني بعض الايام لحد اما ايه يعني اخلص ادرس اعمل دراسه موضوعيه كبيره لمداخل البلاد ومخارجها عشان ما غامرش بالجيش. ايه اللي خليك تقول هرفدك وهعمل وانت جبان وانت؟ فبدا عبد الرحمن بن الاشعث ياخد قرار معين، ولكن بعد ما رجع للقواد اللي معاه عشان يستشيرهم في أمر الحجاج ابن يوسف الثقفي. يا ترى إيه اللي هيحصل في الموقف دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. هم كالملائكة في السماء مطهرين، كالملائكة في السماء مطهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل إخواني وأحبابي، نكمل قصة سعيد ابن الجبير رحمه الله رحمة واسعة. قلنا يا جماعة أن لما الحجاج ابن يوسف الثقفي بعت أكبر قوات جيشه اللي هو عبد الرحمن بن الأشعث عشان يغزو رطبيل اللي هو ملك الترك، وعشان يوصل لبلاد سجستان اللي هي بلاد بين أفغانستان وبين إيران، وفعلا انتصر وبعت له خمس الغنائم. وبعد ما بعت له خمس الغنائم بعت معها رسالة ان هو هيوقف القتال لمدة بسيطة جدا عشان يدرس مخارج البلاد ومداخلها ويحط خطة محكمة لغزو بقية البلاد اللي موجودة هناك. فما كان من الحجاج، وكان طبعه شديد جدا، إلا أنه على طول في ساعتها اتهم عبد الرحمن بن الأشعث بأنه إنسان جبان، وأنه لا يحب الجهاد، وأنه هو هيوريه الويل كله، وأنه هيرفضه من الجيش. فما كان من عبد الرحمن بن الأشعث إلا أنه راح مجمع كبار القوات والمجاهدين اللي معاه وقرا عليهم الرسالة بتاعة الحجاج ابن يوسف الثقفي، وقال لهم ايه رأيكم اعمل ايه؟ فقالوا له والله يعني هذا الرجل يعني بلغ درجة عالية جدا من الظلم، فما علينا الان الا ان نخرج عليه وننبذ البيعة بتاعة الحجاج ابن يوسف الثقفي ونحارب هذا الرجل. قال لهم يعني ايدكم في ايدي، البلد كده ايدكم في ايدي ان احنا نتخلص من الحجاج ابن يوسف الثقفي. قالوا لهم ايدنا في ايدك وخلاص، واتفقنا وخلاص، ويعني ده عهد بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنبيعك على ان احنا يعني نقاتل الحجاج ابن يوسف الثقفي ونؤازرك لحد ما نتخلص منه. بالفعل عبد الرحمن بن الأشعث اللي هو كان من أكبر قوات الحجاج ابن يوسف الثقفي راح مجمع الناس وراحوا قبله جيش تاني من جيوش الحجاج ابن يوسف الثقفي، ودار قتال كبير جدا جدا، يعني سفكت فيه الدماء، وكان النصر في بداية الأمر لصالح عبد الرحمن ابن الأشعث، انتصر على الحجاج ابن يوسف الثقفي. وفي أثناء الحرب اللي كانت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الرحمن بن الأشعث حصل موقف كده عجيب جدا. الموقف ده كان في صالح عبد الرحمن بن الأشعث. إيه هو يا جماعة؟ ولاة الأمصار اللي موجودين بدأوا يبعثوا خطابات يعني مؤلمة جدا للحجاج بن يوسف الثقفي. في وجهة نظر هو كانت مؤلمة، إنما هي كانتش مؤلمة ولا حاجة، إن هم بعتوا له قالوا له إن أهل الذمة اللي هم غير المسلمين اللي هم في بينهم وبين المسلمين عهد وبيدفعوا الجزية سنويا، لما حبوا يهربوا من دفع الجزية دخلوا في الإسلام عدد كبير جدا جدا، وخلاص وكده طالما دخلوا في الإسلام فما فيش جزية عليهم، فالجزية اتمنعت وما بقاش فيه ولا مليم، والجبايات كلها أفلست والخراجد محل، وما فيش أي فلوس نقدر نستعين بها على تدعيم الجنود والجيوش بتاعتك، فدي هتعرض الجيش لمشكلة كبيرة جدا إن ما فيش إعانات ولا في أموال نقدر نصرفها على الجيش. في الوقت دوت طبعا يعني الحجاج راح اخذ قرار برضه سريع، وهو كان قراراته كلها قرارات سريعه جدا وقرارات قاسيه جدا جدا. هم قالوا له الناس دخلوا في الاسلام وجم بقى من القرى اللي كانوا عايشين فيها ونزلوا المدن واشتغلوا واحتلوا المدن، فحصل مشكله كبيره ان المدن كلها ازدحمت بالناس ديت، وفي نفس الوقت ما بقاش في اي فلوس بيدفعوها بالمره، ما فيش اي خراج جاي ولا جبايات جايه ولا جزيه ولا اي حاجه، وبالتالي ما بقاش في اي فلوس في خزينه الدوله. يعمل الحجاج بن يوسف؟ أصدر قرار على طول إلى ولاته في البصرة وقال لهم بيأمرهم إن هم يجمعوا كل اللي نزحوا من القرى ونزلوا المدن يرجعوهم تاني للقرى مرة تانية بعد ما الناس بقى كانت نزلت وسكنت واشتغلت وعرفت أماكن شغلها وخلاص خدوا على المكان وقعدوا بقى مصدر رزقهم في المكان دوت. راح أمر الولاء إن هم يرجعوهم للقرى مرة تانية وإن هم يبعدوهم عن المدن. طبعا النساء خرجت هي والرجال والأطفال وأخذوا بيصرخوا ويصوتوا وتعبانين ومتضايقين جدا وبيشكوا من ظلم الحجاج إن هو هيرجعهم مرة تانية للقرى بعد ما نزلوا خلاص اشتغلوا وعرفوا أماكن شغلهم وأكل عيشهم زي ما بيقولوا. وبعدين لما عملوا كده اللي حصل إن فقهاء البصرة وقراء البصرة خرجوا وتعاونوا ويعني واستجابوا لكلام هؤلاء الناس وقالوا نقف معاهم ونحاول بقدر الإمكان إن احنا نتوسط لهم علشان يفضلوا موجودين بدل ما يرجعوا للكرة مرة تانية، وإحنا بنحمد ربنا إن هم أسلموا. فوقفوا معاهم وقفة جامدة جدا لكن ما قدروش ينفعوهم بأي حاجة بكل أسف، فأخذوا يعني يبحثون عن أي مخرج. في اللحظة ديت اغتنم الموقف دوت عبد الرحمن بن الأشعث،
قال الناس ديت كلهم ثايرين ضد مين؟ ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي. فطالما هم كلهم ثايرين ضد الحجاج انا اخدهم بقى في صفي. فراح للقراء وفقهاء البصره وقال لهم يعني طبعا الموقف اللي واخده الحجاج ده موقف ظالم جدا جدا، انه يرجع الناس ديت بعد ما اسلمت يرجعهم تاني للقرى بتاعتهم، هم خلاص اشتغلوا وعاشوا هنا واتخذوا المكان ده مصدر رزق ليهم وحياتهم، فكون ان يرجعهم ده ابتلاء كبير ليهم. فايه رايكم؟ ايدي في ايدكم نخلص على الحجاج ابن يوسف الثقفي. قالوا له ايدنا في ايدك. فوقفوا مع عبد الرحمن ابن الأشعث، وكان من ضمن الناس اللي سندت عبد الرحمن ابن الأشعث في الموقف دوت كان الإمام العلم سعيد ابن جبير وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والإمام الشعبي وأبو البختري وغيرهم كتير وكتير من فقهاء الكوفة والبصرة ومن العلماء والقراء. وقفوا كلهم وظهرت راحة حرب كبيرة جدا يا جماعة بين عبد الرحمن بن الأشعث اللي هو كان أصلا من أكابر قوات الحجاج بن يوسف وبين الحجاج بن يوسف الثقفي. دار ما بينهم حرب كبيرة جدا. كان في بداية الأمر كانت الجولة لصالح أيضا عبد الرحمن بن الأشعث، وفجأة ما تعرفش إيه اللي حصل استعان الحجاج بن يوسف بقوات وقوات كبيرة جدا من بره، واستطاع أنه يهزم عبد الرحمن بن الأشعث. وما كان من عبد الرحمن بن الأشعث إلا أنه فر هاربا وترك كل الناس ديت في المحنة الكبيرة اللي وقعوا فيها ديت. وطبعا في الوقت دوت على طول الحجاج بن يوسف راح قابض على الجيش بتاع عبد الرحمن بن الأشعث وطلب منهم بالإكراه ان هم يجددوا البيعة للحجاج بن يوسف على العراق بما فيها الكوفة والبصرة مرة تانية، فجددوا البيعة مع الحجاج ابن يوسف. لكن الناس اللي خرجوا وكلهم كانوا عايزين نظر أنفسهم للجهاد في سبيل الله وأن هم يتخلصوا من ظلم الحجاج ابن يوسف دولت ما قدروش يقفوا، وإنما فروا وبعدوا عن أعين الحجاج ابن يوسف لأن كلهم كانوا رافضين حكم الحجاج ابن يوسف الثقفي هذا الطاغية اللي كان سفاكا للدماء. وكان من ضمن الذين فروا وهربوا كان سعيد ابن الجبير رحمه الله رحمة واسعة. بدأ بقى الحجاج يجمع مع الجيش اللي كان بيحاربه اللي هو بتاع عبد الرحمن بن الأشعث، وبدأ يسمع منهم البيعة واحد واحد، وطلب منهم جملة عجيبة قوي ان كل واحد فيهم يقف يقول له انا لما تركت بيعتك كنت كافر وقد عدت للإسلام ببيعتك. فطبعا منهم من وافق ومنهم من رفض. اللي كان بيرفض يقول انا كنت كافر بترك بيعتك، اللي كان بيرفض يقول الكلمة دي كان الحجاج كان بيقتله. واللي كان بيقول له انا فعلا كنت كافر لما تركت بيعتك وعدت للاسلام لما رجعت بيعك كان بيتركه سالما امنا بدون اي عقوبه. فتمخضت هذه البيعه عن 7000 واحد يا جماعه شهد على نفسه بالكفر لما ترك بيعه الحجاج، وشهد لنفسه بالايمان لما عاد وبايع الحجاج مره تانية. وكان من ضمن المشاهد المؤثره جدا اللي اثرت في ناس كتيره جدا وناس كتيره زعلت وحزنت عليه، ان راجل كبير في السن عنده حوالي 80 سنه لما عرف ان الناس طلعت عشان تجدد البيعه للحجاج ابن يوسف على العراق، فراح دخل عليه وقال له يعني ما زلت يا امير المؤمنين منذ شبت نار الحرب ما زلت مبتعدا وراء هذا النهر انتظر نهايه القتال، فلما انتصرت اتيتك مبايعا. فقال له الحجاج تبا لك، اتقعد متربصا ولا تقاتل مع اميرك؟ اتشهد على نفسك بالكفر؟ قال بئس الرجل انا إن عبدت الله عز وجل 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال إما أن تفعل ذلك وإما أن أقتله. قال اقتلني فما بقي من عمري إلا اليسير. فقتل هذا الرجل الكبير في السن اللي هو سنه معدي 80 سنة، قتله الحجاج شر قتل لأنه لم يشهد على نفسه بالكفر. طبعا أخبار المذبحة ديت وصلت لمين بقى؟ وصلت للعالم العابد الزاهد الإمام العلم سعيد ابن جبير رحمه الله رحمة واسعة. فحس إن هو أكيد هتيجي لحظة حاسمة هيقف فيها بين إيدين الحجاج بن يوسف الثقفي، وأكيد هينتقم منه لأن هو وقف مع عبد الرحمن بن الأشعث ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. وبالفعل
سعيد بن جبير بدأ ياخد بالأسباب، لأنه عارف أن الحجاج بيدور عليه، والحجاج فعلا بدأ يتتبع الناس اللي هربت، وبدأ يبحث ويوصل الجنود بتوعه، أي واحد كان واقف مع عبد الرحمن بن الأشعث ضدي اقبضولي عليه فورا وهاتهولي، لو جدد لي البيعة وشهد على نفسه بالكفر هنسيبه، ولو ما جددش البيعة ولم يشهد على نفسه بالكفر هنقتله في ساعتها على طول. وبالفعل سعيد بن جبير بدأ يرحل من بلد لبلد ويستخبى في أي مكان يبعد بيه عن أعين الحجاج بن يوسف الثقفي. استمر قد إيه سعيد بن جبير مستخبي وبعيد عن الحجاج بن يوسف الثقفي؟ 10 سنين كانت كفيلة يا حبايب قلبي بأن نار العداوة والغل اللي موجود جوه قلب الحجاج بن يوسف إن هي خلاص تخمد بقى وينساها. لكن عياذا بالله في ناس قلوبها، ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، الحمد لله الذي عافانا من هذا، في ناس قلوبها مليانة غل وحقد وكر، مهما مرت عليهم الأيام والسنين برضو الغل في قلوبهم وبرضو الكر في قلوبهم، ما بيعرفوش التسامح. هؤلاء الناس هم أبعد الناس عن رحمة الله، لأن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. الإنسان اللي بيسامح ربنا بيسامحه، واللي بيغفر ربنا بيغفر له، واللي بيرحم ربنا بيرحمه، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني من لا يرحم لا يرحم. سبحان الله، تمر الأيام وتحصل مفاجأة كبيرة جدا في حياة سعيد ابن جبير، كانت سبب إن هو يتقبض عليه ويروح عشان يقف في أكبر موقف شهده التاريخ ما بين الحجاج ابن يوسف الثقفي وما بين الإمام العلم الكبير القدوة الزاهد سعيد ابن جبير. حصل إزاي الموقف ده؟ وإيه المشكلة اللي حصلت؟ وازاي قدروا يوصلوا لسعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير ساعتها كان مستخبي في بعض القرى الصغيره اللي موجوده في مكه، لكن قدروا يوصلوا له ازاي؟ ومين اللي قبض عليه؟ ومين اللي وصله للحجاج بن يوسف؟ وايه الحوار الكبير اللي دار بين سعيد بن جبير وبين الحجاج بن يوسف الثقفي؟ ده فعلا محتاج ان احنا نعيش معاه حلقه ثانيه ونشوف الحوار العجيب العجيب فعلا اللي دار بين سعيد ابن جبير وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي. حوار من اجمل ما ستسمع، وهقراها لك من الورقه كلمه كلمه عشان تشوف عظمه هذا الامام العالم المجاهد رحمه الله رحمه واسعه. اخويا وحبيبي الوقت بيجري معانا بسرعه، وبكره نلتقي ان شاء الله مع الحلقه الثانيه والاخيره من حياه المجاهد العلم الكبير سعيد ابن جبير رحمه الله رحمه واسعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.